والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. فاطمة خليل من جديد. فاطمة. شكرا محمد، شكرا سحر، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تحديد موعد مباراة مصر مع ملاوي في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024. ستقام المباراة يوم 24 من مارس في 9 مساء على استاد القاهرة الدولية، بينما حدد منتخب ملاوي الساعة 3 يوم 28 من مارس موعدا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا. ودع منتخب مصر للشباب بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب من دور المجموعات بعدما تعرض لخسارة كبيرة بنتيجة 4-0 على يد ناظريه سنغالي على استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى. وكان منتخب الشباب قد افتتح مشواره في أمم أفريقيا بالتعادل مع موزمبيق ثم الخسارة من نيجيريا بهدف دون رد. في دوري أبطال أفريقيا خسر نادي الزمالك على ملعب رادس أمام الترجي التونسي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا. بهذه النتيجة يفشل الزمالك في حصد الفوز الأول بمجموعته بعد الخسارة من شباب بلوز داد ثم التعادل مع المريخ قبل أن يتلقى الهزيمة أمام الترجي ليتعقد موقف الفارس الأبيض في دور الأبطال بعدما توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع بجدول الترتيب. هذا ويلعب الآن النادي الأهلي مع فريق سان داونز الجنوب أفريقي على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وتشير النتيجة حتى الآن إلى تقدم سان داونز بهدف نظيف، وكان النادي الأهلي قد خاض مباراة واحدة في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري الأبطال انتهت بخسارته 1-0 خارج أرضه أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية. إلى الدوري الإنجليزي حيث حقق أرسنال فوزا مهما على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة 1-0 ضمن الجولة 25 من البريمير ليج. أحرز البرازيلي جابرييل مارتينيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46 ليرفع رصيد فريقه إلى 57 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة بالمركز الرابع عشر. في الدوري الألماني اقتنص بروسيا دورتموند الصدارة مؤقتا بفضل فوزه على مضيفه هوفنهايم 1-0 بالجولة 22 من البوندسليغا. سجل جوليان براندت هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونخ ويونيون برلين قبل مواجهة القمة التي تجمع بينهما غدا الأحد. مشاهدينا عودة مرة أخرى للزملاء لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة.